المستشار احمد عبده ماهر، واحنا بنعتز جدا بمداخلاته. مساء الخير فعلا سياده المستشار، وحشتنا. مساء النور يا فندم، اهلا بك يا فندم. ربنا يخليك. بنتكلم على المواطنه المنقوصه. احنا مواطنين، يعني انا على مصر طبعا بتمتع ان انا احمل الباسبور المصري، بحمل البطاقه الهويه المصريه، بتمتع بالقضاء المصري والمحاكم وممارسه القانون بحياديه ليست كامله 100%، لكن فيها برضو. فالمواطنه موجوده في مصر، لكن هي منقوصه بوجود خانه الديانه، بعدم الزواج المدني، بعدم الاعتراف باللادينيين اللي موجودين في مصر، اللي من داخل الازهر بيقولوا انهم ملايين. ويمكن حضرتك تقول لنا لو عندك برضو معلومة عن الرقم. فالمواطنة المنقوصة دي الدولة بتحاول تكملها، لكن أنا بشوف إن في اتجاهات وتيارات بتاخد الدولة وتخليها للعنصرية أكتر، لعدم مواطنة أكتر، مع إن رئيس الدولة ما بيقولش كده. فسر لنا الموضوع ده وكلمنا شوية عن المواطنة واتجاهات المصريين. هل فعلا إحنا متجهين لمواطنة كاملة ولا إحنا راجعين لورا؟ اتفضل أستاذ أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. هو شوف حضرتك، الدولة هي الشعب، تمام، والشعب هو الدولة، فليس هناك كيان اسمه الدولة بلا شعب، وليس هناك شعب بلا دولة. فللأسف انه شعبنا تم تدريبه على العنصرية، تم تدريبه على الكراهية، تم تدريبه على انه القديم افضل من الحديث، وبيعمل بحكم الاموات. فبالتالي هو بيكره المسيحي، بيكره بالذات في المسيحي، يكره القسيس ويكره لباسه الاسود، وتكون الكراهية اشد ما تكون عند الكنيسة، ثم تكون في أوجها وأعلاها عند الصليب. كل هذا نتيجة ثقافات تم تدريسها بمناهج باعتبار أنها في المدارس. يعني الثقافة دي وصلت أنها تبقى فقه، يعني الثقافة دي فقه وتم تدريسه، وأصبح الكراهية هي الأصل، إن أنا أكره المختلف معايا في العقيدة. رغم أن القرآن جميع العقوبات الموجودة في القرآن إنما هي عقوبات لتأصيل الحياة السعيدة بين البشر وبعض. يعني إذا كان هناك قطع ليد السارق فهذا لحماية مالك، وإذا كان هناك جلد للزنا فهذا لحماية أولادك وحماية زوجتك، وإذا كان هناك وهكذا. لكن ما فيش في القرآن أبدا قتل على العقيدة، إنما للأسف في فقه الشيطان اللي بيتم تدريسه واللي اعتبروه دين، بيتم القتل على العقيدة، ويتم الاضطهاد على العقيدة، ويتم العنصرية، ويتم كل البلاء الأسود اللي انت سيادتك ذكرته، واللي هو اصلا مرفوض من كل الحقوقيين في العالم، ومرفوض من عباد البقر، ومرفوض من يعبدون النار، ومرفوض من كل الخلائق الا هؤلاء الناس. يعني وانا مش عارف ازاي يسمى هذا الامر باسم الاسلام. يعني كيف اطلقوا على هذا الفقه الملعون فقه العار انه اسلام، رغم ان الاسلام ما بيقولش كده. للاسف انه المعهد العلمي او المعاهد العلميه هي التي تبنت هذه العناصر وتطلق عليها تلك التسميه لانها اسلام، وبالتالي تم الاساءه للاسلام وتم الاساءه للمسلمين نتيجه هذه الثقافات وتلك المناهج والدراسات. تمام. يعني عندنا في الاسلام كانوا بيدرسوا لحد سنة 2016، لحد انا ما طلعت لهم في التلفزيون 2014 و15 و16 بفتح الكتب عشان اقول لهم انه عندكم في الكتاب المقرر في سنة وازهري حديث مدسوس على النبي
بيقول لا تبنى كنيسه في الاسلام ولا تبنى، لانه لحد النهارده كلنا واحنا دلوقتي بعد 1440 سنه من الاسلام نعرف حاجه اسمها العهده العمريه. العهده العمريه دي من ضمن عناصرها التضييق على اهل الكتاب في الطرقات، وان تعلم المراه المسيحيه بزنار في رقبتها، زنار يعني طوق حديد. تمام. وانه الرجل يلبس حاجه اسمها الغيار. يعني ايه يلبس حاجه الغيار؟ يعني انت لابس بدله مثلا بيضه تقوم تحط حاجه سوداء ولا صفراء ولا بنفسجي بحيث يعني تشوه المنظر بتاعك. وانه الرجال لا يركبون الخيل لان الخيل عزيزه، انما يركبوا البغال والحمير فقط، ويدلدلوا رجليهم من ناحيه واحده، يعني مش من ناحيتين. وانه لا يوقر المسيحي في مجلس فيه مسلم. والكلام ده كله ازاي يوصلني انا بعد 1400 سنه اسلام؟ تمام. الا اذا كان هناك معاهد علميه بتحافظ على هذا الكلام الاخرق المنسوب زورا للاسلام. انا هتكلم عن تاريخيه العهده العمريه بس يا استاذ احمد عشان اوضح ان هي منسوبه لعمر بن الخطاب ولكنه لم يكتبها. واللي عايز يتعين رئيس قسم يبقى يلاقي بتقف العقيده في وجهه عائق انه يتقلد منصب رئيس القسم في الجامعه، او يتقلد رئيس عميد الكليه في الجامعه، او يتقلد كذا او كذا او كذا من المناصب. لانه في كراهيه، انه احنا تربينا غلط وعلى علم غلط وهدمنا الاسلام الحقيقي واقمنا اسلام مزيف. وقلنا هو ده الاسلام، وكمان بنحاسب الناس المسلمين انهم بيزدروا هذا الاسلام. يعني ممكن جدا لما واحد يسمعني كده ويسجلها ياخد ويعمل شكوى للنائب العام، يقول المستشار احمد عبد الماهر بيقول انه احنا بندرس في الازهر دين ابليس. انا بقى بقول له ايوه انت بتدرس في الازهر دين ابليس، لانه ومحدش فاهم حاجه، وكله فاهم ان ده هو احسن حاجه، وان الصحابه ما غلطوش، وان المفروض عمرو بن العاص يخش مصر بجيش ويخش ليبيا بذات الجيش، وبعدين ينط على تونس، وبعدين يخش على الجزائر، وبعدين يخش على المغرب. كل ده يقول لك عشان بينشر الاسلام. انا الاسلام ده اللي بينشر بالسيف في دين بيقول لا اكراه في الدين. يبقى اذا الناس دي غيرت الدين منذ وفاه رسول الله، بعد الوفاه مباشره استغلوا الدين الاسلامي وعملوا بيه فتوحات او امبراطوريه بحروب وسموها فتوحات. يا فندم دول دخلوا دول من العراق شرقا الى المغرب غربا. تمام. تصور انت بقى المسافه دي كام الف كيلو. كتير. وخدوها بالدم وسبي النساء وقتل الرجال واستعباد واسترقاق الاسرى وبيع البشر في اسواق النخاسه. كل ده سموه اسلام. ودي امبراطوريات عادية، كانت امبراطوريات القديمة بتعمل ده كده برضو، يعني مش الإسلام بس، امبراطوريات الأقدم من الإسلام كانت بتعمل كل الكلام. الإمبراطورية الرومانية ما كانش عندها قرآن، ما كانش عندها رسول اسمه محمد. الإسكندر الأكبر ما عندهاش دين بيقول لا إكراه في الدين، ما عندهاش دين بيقول ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. تمام. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ما فيهاش دين بيقول وكل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ما فيهاش دين بيقول لهم ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه مش بالسيف، بالحكمه والمعرفه الحسنه. تمام. دول ناس كفروا بالدين وسموا نفسهم مسلمين. تمام. هو كان في كل الحكايه. تمام. هو كان في كانت محاوله من الشيخ سيد طنطاوي الله يرحمه بانه لغى كل الفقه العنيف واعتبروا انه هو فقه مخالف للاسلام، وعمل حاجه اسمها الفقه الميسر، وكانت دي بدايه
للطريق الصحيح. جه الشيخ احمد الطيب ولغى كل الكلام ده ورجع كل حاجه لاصولها، الفقه العنيف وفقه ابن تيميه وغيره 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 والكتب اللي حضرتك ذكرتها، فرجعت حتى بما فيها العهده العمريه التي لم يكتبها عمر بن الخطاب، لان كان في عبد الملك بن مروان بينه وبين الدول اللي اتفتحت كان في مواثيق قصاد الجزيه وقصاد تجاره العبيد مختلفه تماما عما كان في العهده العمريه. فالعهده العمريه كتبت بعد ذلك لاغراض سياسيه ايام العباسيين الفاطميين ايا كان، لكن هي لم تثبت لعمر بن الخطاب او انها ارجعها لعمر بن الخطاب تاريخيا. درست كفقه وصارت من الثقافة الدينية، وده برضو من الحاجات اللي مطلوب تصحيحها. الحل ايه يا استاذ احمد؟ كل اللي حضرتك قلته ده مظبوط 100%، بس يعني اضيف لك اضافة بسيطة. اتفضل يا فندم. انه الشيخ سيد طنطاوي ما غيرش المناهج وعمل الفقه الميسر الا بناء على قاعدة تمت بيني وبينه في مكتبه. تمام. ولم يساعده احد لكتاب الكتاب الفقه المعاصر اللي هو عمله. وكمان حاجه ثانيه، انه اجتمع المجلس الاعلى للازهر وقرر حذف مناهج الفقه على المذاهب الاربعه الموجود في الازهر وتدريس كتاب الفقه المعاصر بدلا من الفقه على المذاهب الاربعه. تمام. لما جينا بقى الدكتور احمد الطيب اجتمع المجلس الاعلى للازهر برضه، وكان الفرق سنتين وعشرة اشهر، وقرر اعادة تدريس الفقه على المذاهب الاربعة مرة اخرى. فاحنا في حالة ضياع، ما فيش قناعات مبنية على اسس موضوعية وعلمية ودينية وقرآنية، لكن الحالة مزاجية. لذلك الشيخ احمد الطيب في جلساته الخاصة بيقولوا هو انا هم عايزين نغير في الـ في الـ في الدين ايه؟ عايزين نغير الصيام، الغي الصيام ولا الغي الصلاه؟ ما حدش قال كده. اذا النهارده احنا عندنا مشكله انه عدم وجود قناعه ان اللي احنا بندرسه ده ليس دين اسلام. دي مشكله كبيره. لذلك لابد من محاكمه عاجله. محاكمه عاجله للتاريخ. عايز احاكم الائمه الاربعه تاريخيا في فقهم. عايز احارب، عايز اقول لحضرتك كمان حاجه ثانيه، انه جميع التنظيمات الارهابيه في العالم تنظيمات سنيه من المنهج الذي راح اظهر. اذا المساله وما فيها انه احنا اللي متبنيين البذره الارهابيه دي، احنا اللي متبنيين البذره العنصريه، احنا اللي متبنين بذرة الكراهية. مرة تانية اريد اقتراح الحل او بداية الحل او افراجة الامل او بصيص الحل او السمع التي تنير في الظلام. لابد ان السادة اللي ماسكين الامن في البلد يشرح لهم الاسلام بالصورة الصحيحة، ويرفعوا تقرير للسيد رئيس الجمهورية، ويتم غلق الأزهر 10 سنين، لأنه جميع السادة الفقهاء اللي موجودين حاليا درس لهم هذا الفقه القديم وارتضوه ولم ينقضوه. ومش كده وبس، بقوا علينا احنا كفار، احنا اللي بتوع التنوير كفار. فهؤلاء لا أمل يرجى منهم. ده قرار ثم يعاد فتحه مرة أخرى للمؤهلات العليا، ويدرس في خلال ال10 سنين دي يكون يعني قعد وعكف المخلصين والتنويريين ليصنعوا مناهج جديدة لهذا الأزهر وللتربية والتعليم، لوزارة التربية والتعليم، ونبتدي فجر جديد وعهد جديد. غير كده مش هيحصل حاجه ابدا. احنا بننفخ في هربه مقطوعه دي حضرتك شبه شمعة يعني بتنيرها في الكهف المظلم حتى يعني نرى الحقيقه يعني. استاذ احمد يعني مش عايز اقول ان حضرتك علماني ولا انا علماني، حضرتك راجل مسلم وانا مسيحي، لكن الدوله العلمانيه هي الحل.
اللي بيدعوك انك تقول حضرتك بالدولة العلمانية، واللي دعا الاخ السبسي الله يرحمه في تونس انه يتكلم عن مدنية الدولة، عدم فهم الجميع للقرآن الكريم. انما تأكد انه القرآن الكريم بصورته المثالية في المودة، يعني وقولوا للناس حسنا، دي آية في القرآن. تمام. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، دي آية في القرآن. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، دي موجودة في القرآن. لما ربنا سبحانه ما أمرناش ربنا سبحانه وتعالى إن إحنا نأكل المسلم وما نأكلش المسيحي، قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا أيا كان دينه، ويتيما وأسيرا، حتى اللي حرجنا وأسرناه نأكله، نأكله في حب الله. طب ما احنا متفقين اهو على الارضيه العلمانيه، يعني انا ما عنديش مشكله في ان القران يوافق العلمانيه، لكن عندي مشكله لو التفسير والفقه ما يوافقش العلمانيه، لان كده انا مش في مصاف الدول اللي هتتقدم، انا في الدول الرجعيه. لا يعني انا مع حضرتك في ان ده موافق، لكن خلينا نسميها بمسميات سياسيه يعني. اتفضل. كل ده عشان واخد فكره غلط عن القران، بس دي كل الحكايه. ما تصحيح الفكر ده قضيه ثانيه. ما ده قضيه ثانيه، انا معاك يا استاذ احمد، دي قضيه لابد ان تؤخذ منها، يعني رئيس الدوله الخطاب الديني او الاصلاح الديني، وحضرتك بتقول والمتنورين كل ده موجود، لكن انا عندي الحل السريع واللي في ايد الدوله وفي ايد السياسيين، علمانيه الدوله. والله يا فندم اذا قدرت حضرتك تقفز، انا مش هقدر، اللي هيقدر الناس، زي ما قلت حضرتك الدوله هي الناس، هم عايزين ايه؟ هم عايزين دوله دينيه؟ لا، لان هم رفضوها في 30 يونيو ووقفوا في الشارع وقالوا مش عايزين لا للمرشد ولا لغيره. في ناس تانية يا فندم بتعمل مفخخات في وسط البلد، في ناس تانية بتقتل في وسط البلد، يعني مش كل الناس هم الناس، في ناس اشرار. أيوة، ما الشر ده أحيده بإيه؟ بإن أعمم الخير، أعمم الخير بإيه؟ بالنظام العام، ما هو ده اللي إحنا بنقوله، حضرتك بتنادي بيه عن طريق تصحيح المفاهيم الدينية، أنا معاك، وأنا بنادي بيه بالطريق السياسي بالعلماني، فيعني الاتنين بيتلاقوا. والله أصل العلمانية ليست ضد الدين. تمام. ده قناعاتي أنا. تمام. العلمانية ليست ضد الدين. خالص. لكن هل تستطيع أن توصل هذه الفكر إلى جميع الناس؟ الى اهل اللحى مثلا؟ اقدر اوصله لو الاعلام، اقدر اقنعه بده، واعلام جاد انه يوصل لده هيوصله. يا فندم ده حد دلوقتي الاعلام بيقول على مشايخ الازهر انهم علماء، بيقول على السلفيين فقهاء، يعني على مشايخ الازهر علماء وعلى السلفيين فقهاء، فيعني احنا مختلفين طبعا عن الاعلام. يعني الشيخ سالم عبد الجليل والشيخ عبد الله رشدي اللي قالوا عنكم كفار محدش حاسبهم، ده هم كفروا الشيعه كمان مش المسيحيين بس، هم كفر طبعا الشيعه وكفر المسيحيين، وطبعا اللادينيين هم بالتبعيه كفار، اللي قالت عليهم امنه نصير انهم حوالي 4 مليون من حوالي 5 سنين يعني. فلا يعني المجتمع المصري بقى تلته كافر، ويجب قتله بقى على حسب الشريعه وحسب المفهوم الفقهي اللي واصل لهم. يعني اللي احنا للاسف كنت بتفرج على فكر استشهادي راكب عربيه لوري وفجر مستشفى الكندي في سوريا. يس. هذا الفكر، واقول لك الله اكبر واشهد ان لا اله الا الله، مستشفى بيفجر ممرضين ودكاتره وممرضه، هذا الفكر يعني موجود عندنا في القاهره. جه لابد من اعاده تاهيله يا فندم. تمام. فانت ما تقدرش تقفز قفزه هائله مره واحده، لابد ستيب باي ستيب. هو انا يعني انا عايز اقول حاجه برضو استاذ احمد، برضو فيها استغراب، يعني الاجهزه الامنيه تعاملت مع الموقف الاخير اللي هو تفجير معهد الاورام او الخارج معهد الاورام، وجابت الناس اللي عملته لدرجه انهم جابوا الحمض النووي بتاع المفجر وهيعملوا له الصوره الكامله بتاعته،
حاجة رائعة يثنى على كل هذا المجهود الأمني. طب هم فين من قبل ده؟ فين من قبل المتفجرات ورصدها؟ يعني حضرتك ليك خبرة أمنية بيه، يعني متفجرات دي يعني مواد دخيلة مش بتتباع في مصر كده، دخلت مصر. ما هي برضو دي يعني سؤال وعلامة استفهام. حدود مصر آلاف الكيلومترات، يعني شوف الحدود الشرقية والحدود كتير. الغربية أنا معاك. والحدود الشمالية والحدود الجنوبية، وفي حدود بحرية وحدود برية، حاجة صعبة جدا جدا جدا. فالمسألة لابد أن يتفلت. وبعدين أمريكا فيها إرهاب، فرنسا فيها إرهاب، كل الدول فيها إرهاب. الكلام ده أنا ما أقدرش أقول. أولا أحسن ضباط عندنا هم ضباط الأمن، ضباط سواء كان مباحث أمن الدولة اللي هي الأمن الوطني أو ضباط المخابرات. وأنا معاك أنا معاك. لكن مش هيقدروا مهما أعطوا من أجهزة. شأنهم شأن الضابط الأمريكي، بيخش له برضه الارهابيين وبيعملوا عمليات عندهم. يعني يمكن الارهاب في امريكا حاجه تانية ومنظر تاني، وفي حته العنصريه المجنونه. انا معاك، مش في امريكا بس، امريكا وكندا واستراليا، ودي منتهج يعني دي قضايا، بقايا قضايا السكان الاصليين، ومين مع انهم هم مش سكان اصليين، والمحاكم الفيدراليه بتبقى ضدهم على طول الخط. لكن في حاجات بتحصل، انا معاك مفيش مشكله، من اختناق السلاح والقوانين اللي ما بتحدش من ده، وده احنا في امريكا هنا بنعاني منها، ونخضنا الريبابليكان فيها وقلنا لا، السلاح بيحد عن طريق استخدامه، هو ممكن يبقى في البيت بيقتنيه لكن بره البيت مش مصرح له بالخروج. وقلنا ان لازم تضاف لكل سلاح يقتنيه، يعني دي فكره جديده بنقولها وتداولناها في بعض المواقع السياسيه هنا في امريكا، ان يتحط جي بي اس على كل سلاح، يعني مجرد انه يخرج من البيت يبقى عارفين السلاح ده خرج. ودي حاجه هتبقى جديده في الاجيال القادمه، هي اللي هتنفذها. يعني بتتنفذ في اللعب بتاعه الاطفال وفي الموبايلات، ما تتنفذ في السلاح. برضه بنتكلم في القفزه اللي هي مش في امكانياتنا. انا عارف، لا انا عايز اقول هنا حاجه برضه يا استاذ احمد، لا انا عايز اطبق ده. يعني الامن بيبقى عارف كل عناصر اللي موجودة قدامه والإرهابية اللي موجودة ومين اللي بيغذيها والفقه المغذي ليها، ما بيتكلمش ليه مع أصحاب القرار، صنع القرار السياسي، الإرادة السياسية، حتى مع المؤسسة الدينية نفسهم؟ يعني بيقول لهم نوتس، اللي عمل كذا مؤمن بكذا، اللي عمل كذا مؤمن بكذا. يعني 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 في خطوات كده، انذار يروح للمؤسسة علشان تبتدي تشوف حل. هل ده ما بيحصلش ولا بيحصل؟ بخبرتك الأمنية قول لنا. انا قلت لحضرتك انه ضباطنا بتوع الامن سواء في المخابرات او في الامن ممتازين، دول احسن ضباط وارقى ضباط، انا معاك، ومدربين اعلى تدريب. لكن المشكله انه برضو في الثقافه، ثقافه الضابط هي الثقافه بتاع كي جي 1 والاعدادي والثانوي. اي حد مسلم هو كافر، اي حد غير مسلم. هذه الثقافه يجب ان تزول. تمام، ويجب ان تزول اولا بمحاضرات لضباط الامن. مين بقى اللي يدي محاضرات لضباط الامن؟ هل اسلام بحيري اللي تم سجنه على انه هو مزدري الدين الاسلامي؟ ولا هل بواحد زي حالاتي فوق ال 70 او عندي 75 سنه؟ وحضرتك مدرسه برضه يا استاذ احمد، ليك تلاميذ يعني ومقتنعين بالفكر ده، فاي حد يعني يبقى ممكن ان هو يشرح لهم ده، اعتقد ان هو يبقى في المكان الصحيح، وده حلو، ده يعني المفروض انه يبقى فيه تيسيرات لدخول المستنيرين لهذه الاماكن لشرح هذا الفقه الغايه الانسانيه يعني. لانه انما المشايخ اللي بتشرح الاسلام دي لا تصلح اطلاقا الا لشرح اسلام الشيطان. طيب يعني حضرتك بتسمي الاسماء بمسميات انا مش هقدر اقولها، لكن اقدر اقول ان في شمعه بتضاء فعلا من المستنيرين. عشان تسيبنا انا يشتكوني عند النائب العام، مش كده؟ لا يا فندم، ما اقصدش، يعني اقصد ان يعني حضرتك تصريحاتك الجريئه دي مديالك مصداقيه رهيبه جدا في الاعلام، واول ما يذكر اسم احمد عبد ماهر يعني بيذكر رايه في انه عايز دولة متقدمة، دولة محبة، ما فيهاش الكراهية، ما فيهاش هذا الفقه اللي حضرتك بتوصفه بهذا المسمى، بفقه الشيطان او غيره. استاذ احمد، انا شايف ان الارادة السياسية الان
يعني متوافقة شوية إنها تصحح الخطاب الديني وتصحح المفاهيم وتصحح الثقافة. ما يعني ما تعلن بالحكومة الديمقراطية العلمانية، وده أسهل. كمال أتاتورك يعني عملها من 100 سنة، إحنا أفضل منه عملها في بمعلومات، زمن، يعني إحنا أفضل من كمال في أتاتورك زمن غير وغيره، الزمن. أي قائد سياسي قبل كده. يعني حتى عبد الناصر كانت أصولياته تمنعه من إنه يقيم دولة، وقال ما لا طائفية ولا غيره، وأنشأ الطبقة المتوسطة، وليه إيجابيات كتيرة قوي. طبعا أنا مش في مكان إن أنا أذكر سلبيات، لكن أذكر حتة إن اتخاذ القرار وإن الدين ما يخص مجراه في موضوع معينة، وحاكم ناس وأعدم ناس وحاجات كده. يعني أقصد إن الرئيس السيسي مش يتخذ نفس الموقف، مختلف، لكن هو يعني علمانية الدولة، ما كل الدنيا بتقول بالعلمانية، والقائد السيسي ما قال العلمانية وما حصلوش حاجة، وبينفذ بعض آرائها. ولو السيسي قال العلمانية من دلوقتي، يعني بكرة هتطبق العلمانية ولا هتطبق بناء على برضه حضرتك لما قلت إن القرآن موافق للعلمانية، برضه هيشوفوا لها طريقة. يعني اتفضل يا فندم. لازم أجهزة الإعلام تخش في هذا المزاد وتعلم الناس في البيوت يعني إيه إسلام، تعرفهم انه الائمه الاربعه قالوا بفقه العار حينما قالوا بقتل المرتد وقتل تارك الصلاه وقتل الاسرى وقتل الزناه وقتل كل ده، قالوا الائمه الاربعه يعني يجب ازاحه الستار كاملا عن الوجه القبيح والوجه الجميل لفقه الائمه الاربعه، تمام، علشان يتم تقييمه تقييم صحيح. ده في ناس بيقولوا ان الفقه ده قالوا ان الفقه ده استاذ احمد، يعني مع التصحيح، انه الائمه الاربعه اضيف عليهم على مدار السنين بعض الحاجات اللي هم ما قالوهاش. انا مش مسؤول، عفوا، القتال انه فقه الائمه الاربعه، الائمه ما كتبوش سطر واحد منه، وان البخاري ما فيش حاجه بخط ايده، تعلم الحاجات دي للناس يا استاذ احمد وهم يقرروا. الكلام ده كله لا يساوي ابدا ان انا اسمعه خالص. ليه بقى؟ لان هو ده اللي بيدرس، وهو ده اللي بتسعى اليه الفئات الشيطانيه اللي موجوده في البلد، تمام، واللي احنا ما نقدرش نتجاهلها، تمام. يعني فكر الاخوان المسلمين، يعني الناس اللي بتخش الاخوان المسلمين بتفخر انها دخلت الاخوان المسلمين، ويقولوا انما المؤمنون اخوة، وكان اللوجو بتاعهم هو مطيفين متقاطعين وتحت منهم كلمة واعدوا، وكأن الاعداد يجب ان يكون اعداد بالسيف والقتل. يعني المملكة العربية السعودية العلم بتاعها مكتوب عليه لا اله الا الله محمد رسول الله، تحت منها سيف. بس كويس انه بالاخضر مش بالاسود يا استاذ احمد. الناس دي مره ثانيه. يا كويس انه بالاخضر مش بالاسود. الناس دي الشر بيخرج من براثنها. السعوديه الان الناس دي يجب وقف زحفها. السعوديه في مرحله تحول رهيبه يا استاذ احمد. موجود في مصر. السعوديه في مرحله تحول رهيبه للتقدم والرقي، ومصر نازله. يعني حاجه غريبه برضه. يعني انت سيادتك لو دخلت منطقه اسمها العزيز بالله في جنب روكسي، تمام، من ارقى مناطق القاهره، أيوة. في حته اسمها الحلميه، والحلميه دي في حته اسمها العزيز، شارع العزيز بالله، تمام، فيها مسجد اسمه مسجد انصار السنه، تمام، هناك ما بيبيعوش الا النقاب والطواقي والسبح والجلباب، يعني بقت حايل حاله، بقيت الرقة السورية. قول له علماني يوم الصبح يفجر لك يا روكسي. طيب والدولة سامحة بده؟ مسألة محتاجة شغل كتير قوي، مراجعة. والمستنيرين اللي زي حضرتك املنا فيهم كبير، ان هو الصوت ده مش ممكن يسكت، صوت حضرتك وصوت تلاميذك وصوت اسلام بحيري وصوت الناس المستنيرين كلهم اللي عايزين المجتمع المصري بلا عنف بلا ارهاب يتدين كما يتدين، ولكن العنف لابد ان يكون خارج السياق المجتمعي. استاذ احمد احنا بنشكرك، لكن كلمه اخيره عن المواطنه وفوائد المواطنه الكامله، اتفضل. المواطنه هي الوطن، والوطن هو المواطنة، ويجب تفعيل الحب
تفعيل موعظة الجبل. أحب أعداءكم وباركوا لأهليكم وصلوا لمن يفضلونكم ويبغضونكم. هذا الكلام لم أولا ده مش مخالف للقرآن، لأن ربنا قال قل تعالوا إلى كلمة سواء يا أهل الكتاب، بيتكلم على أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، ونحدد بقى الأطر اللي احنا هنتعاون فيها. لو هل الأزهر نفذ هذه الآية اللي هي يبقى في كلمة سواء بين شيخ الأزهر وبين بابا كوادروس؟ دي آية في القرآن للأسف لم يتم تفعيلها، مع انه جميع عناصر الكلمة سواء بين المسيحية والإسلام موجودة، لكن للأسف اللي موجود دلوقتي هو النقد والتلمذ والكراهية وهكذا. تمام استاذ احمد، يعني احنا بنشكرك جدا، شكرا جزيلا. حضرتك شمعة بتضاء في الظلام، واعتقد ان كلامك موجود وبيسمعه الكل، وارائك موافق عليها اغلب المصريين الشرفاء اللي عايزين مصلحة مصر. التدين ابدا لا ينبغي ان يكون مقترنا بالعنف ابدا ابدا ابدا، وده يجب تصحيحه وتصحيح هذا المفهوم الخاطئ المسمى فقها زي ما حضرتك بتقول. استاذ احمد بنشكرك شكرا جزيلا، ويعني الحديث معك له متعه خاصه، وخصوصا ان احنا بنتكلم في حب مصر احنا الاثنين.